يا سلام. يعني بصي، هو دايما الممثل يعني كل الشخصيات اللي بيعملها بتبقى فيه دايما حتة منه جواه، لكن مش شرط خالص انه تبقى كوبي بيست لكل الشخصيات اللي بيعملها تبقى هو خلاص. فدايما كل شخصية كده تبقى فيه حتة مني جواها، لكن بتختلف بقى، الدرجات دي بتتفاوت. يعني اقربهم يعني في الاخر الوقت اللي احنا جايين، اللي انتوا جايبيني النهارده وهشام معذبني ومعسفني عليه، يعني رولت محمود الوكيل. يعني ده بالنسبه لي اقرب حاجه لفكره شخصيه الفنان اللي عنده هم، اللي عنده رؤيه، اللي حابب، اللي عنده مشاكل، اللي عنده طموح، اللي عنده هدف، اللي عنده حلم. يعني محمود الوكيل بالنسبه لي كان قريب قوي ليا في الحاجات دي. اما الادوار، تقوليني مثلا انت كنضال ايه الادوار اللي اثرت في حياتك الفنيه مثلا فعملت لك يعني مش قادر تنساها مثلا، او ايه الحاجات اللي اثرت فيك؟ فاقول لك مثلا عندي تامر وشوقيه لانه ده يعتبر شهاده ميلادي، شغلي مع الزعيم عادل امام في فرقه ناجي عطله تعتبر نقله نوعيه كبيره جدا في حياتي، اقول لك الديلر فرحات الكردي اللي عملته مع اخويا يا شيخة ده وفسر الماء بعد الجهد بالماء. ايوه طبعا. وعندي طبعا الديلر فرحات الكردي مع اخويا النجم الكبير احمد السقا، يعتبر نقلة نوعية ليا في السينما. دي ادوار انا بالنسبة لي ليها تأثير في حياتي على مستوى الفن، يعني التصاعد بتاعي في سلم الفن زي ما بيقولوا يعني، فدي اثرت فيها. الحاجات اللي نفسي العبها، عشان سؤالك شامل عامل نامل، يعني انت قلتي ايه ارمي واحد واسيبه ينفجر مع نفسه. انه يعني انا بحب الملفات المخابراتيه كتير، بحب الملفات اللي ليها علاقه بفكره البطولات بشكل او باخر، من ناحية المخابرات او من ناحية الجيش. كان ليا الشرف ان انا اشتركت في عملين كبار، كنت ضيف شرف في الاختيار الجزء الثاني، وكنت عامل مع اخويا النجم احمد عز هجمة مرتدة. فالنوعية دي من الاعمال انا بحبها جدا، النوعية التاريخية على سبيل المثال زي ما قلنا الامام الشافعي. نفسي يبقى في شخصية من الشخصيات اقدر اخدها من الالف للياء، أقدمها للناس بكل تفاصيلها يعني. وعندنا في ذلك أسوة حسنة زي أستاذنا الكبير نور الشريف لما عمل سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. فنفسي في الحاجات دي، نفسي في عقبة بن نافع أنه يتقدم، نفسي بقى عندي القدرة لو ليا نصيب فيه، بس يعني ودلاتي مع أخواتي الكبار في الفن يعني، وهو خالد بن الوليد، اتمنى ليهم كل التوفيق وكل النجاح ان هم يعملوه بشكل كويس. نفسي في القامات الكبيره دي، سواء القامات الدينيه او التاريخيه او حتى القامات الوطنيه اللي ما حدش لسه يعرف عنها حاجه، كملفات زي ملف رأفت الهجان او جمعه الشوان او كده.